شنو السر؟ السر هو العمل ديال جميع المكونات القدره الالهيه. هذا هو اللي كاين، سينو ني با دو مغامره، ما كاينش مغامره. والكره كلها مغامرات، كلها مغامرات. سافري هو مشروع حكم عليه بالفشل من طرف فئه كبيره من الجماهير والمتتبعين للشأن الكروي، لكن انا امنت وفوالا كان خطاب عندي مع اللاعبين، التركيبه البشريه اللي كانت كذلك مع اللاعبين اللي تم انتدابهم، واتفقنا بان غادي نديروا هذه المغامره وان غيانا بيرد. كنا محررين نفسيا لانه في اخر المطاف ما غاديش تكون زعما ما غاديش نكونوا مسؤولين مباشرين على مآل الفريق، لكن لحظة المعجزة سوف ترفع علينا القبعة، وهذا ما حصل. ظن بأنه هذا معجزة كروية بكل المقاييس لن تتكرر في الألفية الثالثة في نظري. جو بونس المقابلة الأخيرة ستحدد بطل المغرب كيف ستلعب. سنتعامل معها بكل روح رياضية، هذا هو اللي كاين. وبنو بطوطة غادي يدور وفوالا هذه يعني اللعبه احتفاليه كبرى، وفي نفس الوقت يعني ستشهد يعني اللعب من اجل اللقب اشياء يعني اجتمعت في ان واحد. كنا تنمنيو النفس باش تكون زعما لو كانت حسمت اليوم غادي يكون عندنا ضغط اقل، الان ضغطنا مضاعف. انا شامبو بيرتوربي باسكو سي فري فرحان لاننا ضمننا البقاء رسميا، وهذا الجوله قبل نهايه، ولكن عندي ضغط باسكو فريقين عريقين ب يعني قاعده جماهيريه كبيره، سنكون حنا طرف شكون غادي نحدو من سيفوز، وهذا ضغط كبير ومسؤوليه تاريخيه لن نتخاذل في اللعب بكل جديه. اون فيغا كل ما يورغان. شكرا. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.